أهل السنة وجماعة السلفيون. السلفية هي الفرقة الناجية، هم أهل السنة والجماعة. هؤلاء الحيثيون اليوم موجودين ما هم إلا خوارج وروافض، جمعوا بين الفرقتين الهالكتين، منهم الروافض ومنهم الخوارج، لذا آذوا المسلمين أشد الأذى بدون مسوغ ولا مبرر لهم، ولم يفصحوا عن شيء إلا الإيذاء للمسلمين والحقد على الإسلام والمسلمين، واختاروا أن يكون محل المعركة هي المملكة العربية السعودية التي وفقهم الله تبارك وتعالى حكام وعلماء وشعب، وفقهم للعقيدة الصحيحة السليمة وللمنهج السليم ولإقامة شعائر الله وأحكام الله، كل ذلك أغاظهم فحملوا حملتهم التي رد الله فيها كيدهم إلى نحورهم، وجعل تدبيرهم وتنظيمهم للحرب تدميرا عليهم، وهكذا لا يفلح المعتدي على من لا يعتدي على أحد. وما عرف أن الدولة السعودية بحكامها وعلمائها وشعبها أنها تعتدي على أحد، لا على دولة ولا على جماعة، ولكن الاعتداء عليها وتتحمل حتى لا يبقى إلا المواجهة. فنسأل الله عز وجل أن ينصر الحق وأهله، وأن يذل المعتدين الذين يريدون هدم الإسلام وإلحاق الأذى بالمسلمين.